يستبين لنا أن تلك الصبغة المسماة بالميش عند النساء لا يجوز المسح عليها إذا كان لها جرم، وذلك لأن المسح عليها مسح على غير الرأس. وإذا كان العلماء قد اختلفوا في خمر النساء وفي المسح عليها من غير حاجة، فإن باب أولى المسح على هذه الصبغة التي لها جرم، أما الصبغة التي لا جرم لها فيجوز المسح عليها، شأنها كشأن سائر الألوان.